اهلا بحضراتكم مره تانية. عايزين نطمن على فرقتنا بشكل اكبر كمان، ونحاول ننقل كل يعني الكواليس المهمه ونوضح الصوره لجماهير النادي الاهلي من خلال الاستعدادات القويه الحاليه. وبالمناسبه احنا خلال المرحله دي كلها هيكون التركيز كله على استعدادات النادي الاهلي، لان طبعا جمهور الاهلي عايز يطمن بشكل اكبر على كل كبيره وصغيره بتخص الفريق. وكمان جمهور الاهلي متشوق جدا لرؤيه حتى لو جزء من تدريبات النادي الاهلي، فهنقول لكم كل التفاصيل كما هو المعتاد. يعني خليني سريعا اروح لزميلي العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي من مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان نتكلم معاه في كل الامور والكواليس ويطمنكم كمان بشكل اكبر لانه موجود في مكان الحدث. يا فاروق مساء الخير. برحب بك يا امير، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وصدقت يا امير فعلا جماهير النادي الاهلي متشوقه طبعا لرؤيه النادي الاهلي في التدريب، في مباراه وديه، في مباراه رسميه. ان شاء الله تبقى بدايه خير السنه دي ان شاء الله لكل منظومه عمل النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله باذن الله. كلنا متفائلين ومقبلين على مرحله مهمه ان شاء الله باذن الله تكون مليئه بانجازات والبطولات. فاروق يعني قول لنا اخر الاخبار والتفاصيل، وخليني ابتدي معاك من المران الصباحي والاجواء اخبارها ايه، يعني التدريبات ماشيه ازاي، يعني تقبل اللاعبين كمان لافكار كولر، التقسيمات لان التقسيمات كمان مهمه جدا بيركز عليها بالتحديد في المران الصباحي. يا فاروق بص يا امير، يعني خلينا ناخد الكلام من البدايه، مش عايز اخدها من المران الصباحي بس، انا عايز اتكلم في تفاصيل خاصه مثلا بالعلاقه ما بين الجهاز الفني المستر مارسيل كولر وجهازه المعاون. الروح المهمه جدا يا امير اللي ما بين المستر مارسيل كولر والكابتن سامي قمصان وايضا الكابتن سيد عبد الحفيظ وكل افراد الجهاز الفني. ايضا في حاله تواصل يعني ما بين ياسين المكاري سواء مع علي معلول قبل مغادرته وتوجهه الى تونس، وايضا مع محمود كهربا، مع كافه اللاعبين. الروح دي يا امير احنا لمسناها من الجهاز الفني اللي يعني بيقدم كل الدعم وكل المسانده وكل اللي يعني كل الامور لمستر مارسيل كولر وتيسير كل الامور. ده ولد حاله من الروح ان الجميع بيتكاتف خلف هدف واحد وهو نجاح منظومه الاهلي ونجاح فريق النادي الاهلي. الامر منعكس على اللاعبين، يعني تشوف وجوه اللاعبين لا الامور مختلفه، في روح جديده، في شكل جديد، فالامر ده احنا لامسينه مع وجود مستر مارسيل كولر اللي خلينا اقول لك ان هو يجيد فعلا، يجيد فن التعامل مع افراد الجهاز المعاون ويجيد فن التعامل مع اللاعبين، وده امر يعني الواحد لم يعهده من فتره طويله جدا مع المديرين الفنيين خاصه الاجانب سواء مع يعني اللاعبين او الاجواء عامه داخل منظومه النادي الاهلي، وده امر مهم جدا. بالنسبه للمران طبعا يا امير انت عارف ان كان بالامس طبعا انطلاق المعسكر او تطبيق اليوم الكامل للنادي الاهلي على فترتين، بيبقى طبعا التواجد من الساعه 7 قبل ميعاد المران بساعتين، ودي من الامور اللي حريص عليها مستر مارسيل كولر. يعني في بعض الامور وهو بيتكلم مع اللاعبين يا امير بيتكلم على روح العائله، ان احنا فريق واحد، ان احنا عائله واحده، وده امر مهم جدا، ده بيزيد من الترابط. طبعا كان استقبال اللاعبين النهارده لشادي حسين اللي بيؤدي اول مران ليه على ملعب مختار التيتش، واستقبال والروح المهمه جدا من استقبالهم لشادي حسين اللي برضو امير عايز نتكلم على روح اللاعبين. ما تحسش ان لعيب من الصفقات اللي جايه للنادي الاهلي ان هو غريب على النادي الاهلي، ودي من الامور المهمه جدا اللي اي لعيب بيدخل منظومه النادي الاهلي سريعا بيندمج مع هذه الاجواء. دور مهم جدا لتيسيان اندويا مخطط الاحمال اللي بيركز على تفاصيل مهمه جدا في فتره الاعداد. بالامس طبعا كانت مباراه الاتحاد المنستيري مع الجيش الرواندي، اتفرج عليها الفريق والجهاز الفني، وكان في يعني جلسه عقدها مستر مارسيل كولر مع ياسين المكاري محلل الاداء للوقوف على كافه الامور. وطبعا خليني اقول لك برضو امير من خلالك ان ياسين المكاري قدر ان هو يعني يجهز اكثر من 5 مباريات اخيره لفريق الاتحاد المنستيري للوقوف على اداء، وايضا بجانب لقاءين، لقاء الذهاب امام الجيش الرواندي ولقاء العوده. مستر مارسيل كولر كان حريص انه يتكلم مع اللاعبين على المباراه، وعقد محاضره النهارده يعني عقب نهايه المران الصباحي، عقد محاضره مع اللاعبين. طبعا خلاص انت بتتكلم على في فتره الاعداد، بس عندك هدف جاي اللي هو مباراه الاتحاد المنستيري اللي اشاد بيه، والفريق منظم وعنده عناصر مهمه جدا، وان شاء الله تكون بدايه مهمه جدا، هي بدايه ان شاء الله المشوار الافريقي امام الاتحاد المنستيري. طيب طبعا انت عارف يا امير اللي على مدار اتفضل يا امير. بص يا فاروق خليني بقى اسالك كام سؤال كده مهمين من الاسئله اللي الجماهير دايما بتبقى عايزه تعرف اجابه ليها. اولا
احنا مطمنين طبعا على كل العناصر، وفي عناصر كتير جدا مميزه وفرقتنا تقيله ما شاء الله، والتدريبات ماشيه بشكل كويس، لكن دايما الناس هتسال على الصفقات الجديده، اخبارهم ايه في تدريب النادي الاهلي؟ يعني بالتحديد برونو سافيو الامور ماشيه معاه ازاي؟ حاله التناغم والانسجام ما بينه وبين لاعبي النادي الاهلي؟ شادي حسين النهارده خلال المران الصباحي الامور كانت ماشيه ازاي؟ كمان عايز اتكلم على كهربا، هو مدى جاهزيته الفنيه والبدنيه. كمان شادي رضوان اللي شفنا اول مره بيشارك في تدريبات الاهلي النهارده، قول لي بشكل يعني سريع كل الاسئله دي، جاوب لي عليها فاروق بعد اذنك. نقطه في غايه الاهميه امير، لكن انا اتكلم يعني اخدهم بالتحديد. شادي حسين النهارده واستقبال اللاعبين، شادي حسين واحد من اللعيبه اللي كان حلم من احلام حياته انه يكون موجود جوه النادي الاهلي. شادي حسين يعني واحد من الصفقات اللي يعني جمهور النادي الاهلي يران عليه هذا الموسم، الروح والاستعداد اللي عند شادي حسين عايز اقول لك يا امير مسهل امور كتير جدا. صدقته مع الكثير من اللعيبه للنادي الاهلي قبل مجيئه للنادي الاهلي، وان شادي حسين قبل يعني دي نقطه مهمه جدا، قبل ما يكون هو لاعب في النادي الاهلي هو كان واحد من جمهور النادي الاهلي اللي ياما هتف وقف في مدرج النادي الاهلي، فده واحد من اللاعبين، والامور سهلت على شادي حسين اللي عنده شغف كبير جدا انه يحقق احلامه وطموحاته مع النادي الاهلي. روح اللاعبين واستقبالهم لشادي حسين، ايضا مستر مارسيل كولر، وبالمناسبه امير مستر مارسيل كولر وجهاز المعاون كان بيتابع شادي حسين على مدار تواجده مع معسكر المنتخب المصري، وايضا بيتابع اللعيبه الموجوده في المنتخب. بالنسبه لبرونو سافيو، برونو سافيو انت عارف الروح اللي عند البرازيليين شويه، يعني هو بيسال في امور كتير جدا، طبعا كهربا والدويت والانسجام مع برونو سافيو، ايضا وجود اللعيبه زي بقيمه عمرو السوليه في النادي الاهلي، اللعيبه اللي يعني عارفه يعني ان تسهل ودوره من كباتن النادي الاهلي. شادي رضوان واحد من اللعيبه اللي عايز يثبت نفسه، شادي يعني كنت بنتكلم اتاخر كتير السنين اللي فاتت فتره اعارته الفريق البنك الاهلي، شادي عايز يثبت نفسه، ويعني هو عايز يراهن على ثقه مستر مارسيل كولر في شادي رضوان، وان هو يكون واحد من العناصر اللي يكون اضافه للنادي الاهلي، عايز يبدا بدايه جديده ان شاء الله السنه دي وتكون يعني اضافه مميزه للنادي الاهلي. اطمنك برضو ان مستر مارسيل كولر بيتابع مصطفى سعد اللي موجود، وايضا لاعبي الاهلي الموجودين في معسكر المنتخب الاولمبي، وبيتابع التفاصيل اليوميه، بيبقى في اتصال دائم مع لاعبي النادي الاهلي الموجودين في المعسكر المنتخب الاولمبي باذن الله امير. طيب فاروق اخيرا وبسرعه قوي، مران دلوقتي اخر الاخبار ايه والكواليس بسرعه؟ يعني خليني اقول لك في الوقت ده في تقسيمه لمستر مارسيل كولر، تعرف خلاص المباراه الوديه امام فريق بتروجيت يوم الاربعاء، طبعا بتنزل بالحمل التدريبي، تقسيم بيركز على تفاصيل كتير جدا مهمه جدا يا امير، حاول على يشتغل على امر مهم جدا، الكرات الثابته، الركلات الركنيه، الامور دي مستر مارسيل كولر بيحاول يشتغل على كافه التفاصيل، التقسيمه، الروح اللي ما بين اللاعبين، ايضا زي ما طمنا الدكتور احمد ابو عبله والكابتن سعد ابو حفيظ بيرسي تاو مع مطلع الاسبوع القادم ان شاء الله هيلتحق بالتدريبات الجماعيه، احمد نبيل كوكا خلاص في المرحله الاخيره. اطمنك واطمن جماهير النادي الاهلي، الموسم اللي فات يا امير مش موسم هيكون للنسيان، لعيبه النادي الاهلي بتركز ان الموسم اللي جاي ان شاء الله مش هتنسى الموسم اللي فات، علشان هتحقق ان شاء الله يعني كل امال وطموحات النادي الاهلي الفتره القادمه باذن الله. يا فاروق انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز فاروق صلاح طبعا مراسل قناه الاهلي من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، قال لنا كل الاخبار والتفاصيل اللي بتتعلق بالمران الصباحي وايضا المران المسائي اللي بيجرى في هذه اللحظات، بنشكره شكرا جزيلا. خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نكمل.